تصريحات حناشي الأخيرة والتي شكك فيها في ألقاب النسر الأسود والتي استند فيها لمؤامرة وطأ الحكام لم تمر مرور الكرام على حسن حمار رئيس الوفاق الصيفي الذي نفى هذه الاتهامات حيث رد على رئيس شبيبة القبائل عقب الفوز المهم الذي حققه بملعب 5 جويلية على حساب مولودية الجزائر حين أكد أن ما يتفوه به حناشي مجرد هراء صدر من شخص يعاني من أمراض النسيان ويحتاج لعلاج. أنا نرد عليه نقوله أنا أول فاعل تاع وفاق الصيف أو فاز أنا نقول السيد هذا لازم يروح يدير إلي أمر مالي يروح يدير إنكير يروح يدير إنكير تعطيه هو موا ولا سي موا باش يرتاح لأنه السيد ما خلى حتى إنسان شتم الناس الكل شتم في دير ليا رابطة حكام حتى اللاعبين القدامى حنا باحترام أنا نقولها ونعاودها احتراما للقبائل لأنهم رجال وجابوا الاستقلال للجزائر فهمت جورج جوان الأشم وزيد نقول حاجة باللي لاعبين كبار فاتوا على شبيبة القبائل احتراما للناس هذو أساء كذلك اللي مات الله يرحمه قاسي كل شيء باريس بين الناس هذو أنا ما نريبونديش نقول والله ما على بالناش ما على باليش أنا حنا أنا جامي بارلي دو لوي أنا نظن باللي الوفاق يستهل. لتبقى الاتهامات بين رؤساء الأندية الجزائرية لا تزال مستمرة في كل مناسبة يشعر فيها أحد أن فريقه مهدد أو يعاني وذلك لتغطية سوء النتائج.